ينضم إلينا حول هذا الموضوع الخبير في الشأن التركي الأستاذ عبو حسو عبر الهاتف من غازي عنتاب. رحب بك أستاذ عبو. يعني في أي إطار يمكن أن نضع تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان حول الاتجاه إلى نحو مدينة الباب؟ نعم طبعا، البارحة الرئيس التركي صرح بأن القوات المدعومة من قبل بلاده في إطار عملية درع الفرات ستسيطر على بلدة الباب من أجل إنشاء منطقة خالية من الإرهاب كما سماها، واستدرك قائلا بأننا مستعدون أيضا للتحرك نحو الرقة في حال ضد داعش، طبعا في حال عدم مشاركة منظمات إرهابية كبي كي كي والبي اي دي. طبعا هذا الكلام قاله الرئيس التركي في بورصة يوم أمس، وقال بأن بعض الجهات لم يسميها طلبت من تركيا عدم السيطرة على بلدة الباب، إلا أن قوات المعارضة السورية المدعومة من قبل تركيا عقدت العزم على السيطرة على البلدة من أجل منطقة خالية من الإرهاب. وقال بأن قوات التحالف أيضا إن كانت مستعدة للتحرك معنا سنقوم بما يجب ضد داعش في الرقة أيضا، لكن من دون مشاركة بي دي وي بي جي وبي كي كي كما قال. وقال بأننا نحترم، بالنسبة أيضا تكلم أردوغان عن موضوع اتهام تركيا بأنها لا أطماع في سوريا ولا أطماع في العراق إن كان في حلب أو كان في موصل، فقال نحن نحترم الحدود السياسية الموجودة بين دول المنطقة، لكن ليس لدينا أدنى مشكلة مع سيادة أي دولة من دول الجوار، همنا الأول هو حماية إخواننا وتراثنا هناك. وقال بين حواضر الحضارة الإسلامية الهامة في سوريا كحلب للأسف التي كانت تضمن أو كانت تتضمن نفائس المكاتب والمدارس أخي تحولت ركاما بعد أن ضربت بلا رحمة ولا هوادة، وكذلك الحال هو في العراق في كركوك والموصل. نعم يعني أستاذ، دعنا نتوقف عند نقطة معينة. يعني المنطقة الأمينة، مطلب المنطقة الأمينة لو ربطناه بعمليات الجيش التركي اليوم وعمليات درع الفرات، الجيش التركي اليوم قصف 51 هدف للبيادة واليابقة في قرى شمال حلب. هل يمكن أن نعتبر بأن هذا المطلب والقضاء على الميليشيات الكردية الانفصالية أصبح واقعا؟ يعني لا نلاحظ أي تصريحات من الغرب ترفض إقامة منطقة أمنة في الوقت الراهن. طبعا هناك توجس غربي من تحرك التركي الأخير بقصف مواقع البي دي قوات سوريا الديمقراطية. فيوم أمس صرحت صحيفة تايمز البريطانية التي تعكس وجهة نظر الحكومة البريطانية بشكل أو بآخر بأن غارات تركيا ضد حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا لا تتوافق مع سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلس، وذلك ووصف القصف بأن الضربة الموجعة لاستراتيجية واشنطن والناتو المتبعة في المنطقة. وكذلك الوزير الدفاع الأمريكي عندما سئل عن قصف مواقع حزب الله هذا فرفض الإجابة، فكان ذلك ضمنا بأنهم غير راضين من هذا التحرك. كما أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال في تصريحات حول تعليق عن هذا الموضوع، قال بأن مثل هذه الخطوات تبعث القلق وأن سوريا ذات دولة ذات سيادة، هكذا قال وزير الخارجية التركي. فلذلك الغرب غير راضين طبعا عن التحرك التركي الأخير ضد بي دي وضد حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية، لأن تركيا عرقلت مشروع قيام كيان كردي أو قيام ممر كردي يمتد من الجزيرة السورية حتى عفرين مرورا بعفرين وصولا إلى البحر. فلذلك كان التحرك التركي الأخير وقطع الطريق على البي دي لوصل مناطق السيطرة التي سيطرت عليها في منبج مع مناطق التي سيطرت عليها في شمال حلب. نعم، أخيرا أود السؤال، كيف ترى التصريحات التي تحدثت عن تحرير مدينة الرقة؟ هل يمكن اعتبارها إشارة إلى معركة قادمة ما بعد مدينة الباب؟ يعني باعتقادي معركة الرقة ستتأجل لأن القوات التركية حاليا مشغولة بتحرير الباب وكذلك منبج وتحرير ريف شمالي ريف حلب من قوات داعش وكذلك من البي دي، وكذلك مشغولون أيضا معركة الموصل قائمة والأتراك يشاركون حاليا جويا، وهناك رغبة تركيا بالمشاركة بقوات برية لكن الاعتراض العراقي أجل هذا الموضوع. رغم ذلك هناك قوات مدربة من قوى القوات العراقية تشارك في المعركة. الأتراك أبدوا وهناك مباحثات ما زالت ما بين تركيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وبالأمس كان وزير الدفاع الأمريكي في أنقرة
لم يتوصلوا بعد إلى تفاهم. اعتراض التركي بعدم مشاركة أي عنصر من قوات البي دي أو الـ YPG أو البي كي كي بهذه المعركة، إن اتفقوا على ذلك ربما تكون معركة الرقة قادمة لا محالة. شكرا جزيلا لك أبو حسو، كنت معنا من غازي عنتاب الخبير بالشأن التركي، شكرا لك.